لقي قائد عسكري سعودي مصرعه بقصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية على مواقع العدو في عسيرة. وأوضح مصدر عسكري أن ركن عمليات كتيبة المدفعية السعودية المقدم ناصر الأحمري لقي مصرعه إلى جانب عدد من جنود العدو بقصف صاروخي استهدفهم في منطقة ربوعة بعسير. كما أطلقت وحدات الجيش واللجان الشعبية عشرات الصواريخ على مواقع العدو في عسير مخلفة أضرارا مادية كبيرة في صفوف قواته. واستهدفت قوات الجيش واللجان أيضا مجمع الدفاع في الخوبة وموقع المصفق العسكري بجيزان، ودمرت أطقما وعربات وآليات أخرى للعدو في الموقع المستهدف.